بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية الحصول على الكنز ودرس عذرا يا جدي والأبطال الثلاثة عبد الله وخالد وتركي. جاهزون؟ أول كلمة، اقرأ لي هذه الكلمة يا تركي. أحسن. خالد، اقرأ لي هذه الكلمة. فواز. فواز، تفضل. عبد الله، اقرأ لي هذه الكلمة. هذه تبدأ بحرف ايه؟ مع بعض. كلها مرة أخرى. تفضل. اقرأ لي هذه الكلمة يا تركي. قمرية أم شمسية؟ قمرية. خالد، لماذا هذه الكلمة قمرية؟ لأنها سكون. عليها سكون. تقدم خطوة. تقدم خطوة. عبد الله، اقرأ لي هذه الكلمة. علي. يا سلام عليك. آخر سؤال، اقرأ لي هذه الكلمة يا تركي. ما نوع التنوين؟ ما هذا التنوين؟ هنا نقول عليه تنوين ضم أم فتح؟ ضم. أنت الآن ستحصل على الكنز، أول الحاصلين على الكنز تركي. ارفع ارفع الكنز. أين أنت يا خالد؟ عذرا، ما نوع هذا التنوين؟ هنا عذرا. احسنت، خذ الكنز. عبد الله، جدي، ما نوع المد؟ يا. تفضل. الحصول على الكنز الابطال الثلاثه